عليه ديب أبو داود ثلاثة من شفعمر شفعمر وغير شفعمر تحت الانتداب البريطاني وحكومة الإنجيل أعطوا اليهود الدبابات وأعطوهن سلاح أسلحة وأعطوهن وإحنا عزل صاروا يجونا بالطيارات رحنا أول شيء على بنت جبيل من الكروم على بنت جبيل من فلسطين على بنت جبيل قديش عادتوا بنت جبيل؟ أنا عادنا شيء 10 أيام تقريبا بنت جبيل وبعدين جينا على بيروت من بيروت طلعنا على البلد راح نصحي اليدي على بلده بأبطير